يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إرسال رسائل جوال لصلاة الجنازة وكتابة اسم الميت عليها؟ لا بأس بالإعلام، بل يشرع ويستحب الإعلام بموت الميت من أجل الدعاء له والصلاة عليه. قد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي رحمه الله لما مات في أرض الحبشة، أخبر أصحابه بموته وخرج هو وأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب. فالإعلام بموت الميت يجب الصلاة عليه والدعاء له، وأيضا إذا كان لأحد عليه دين أو حق يذهب لاستيفاء حقه